ليش لما يموت الضبع لازم الشرطة تكون موجودة وقت الدفن أو هي تدفن بنفسها؟ أول شيء لأن تجار المخدرات تستخدم جلده في تهريب المخدرات، وثاني شيء لأنه بعض السحرة تحتاج جسمه عشان يستخدموه في السحر، عشان كذا الشرطة تدفن بنفسها وتتأكد إنه اندفن عشان ما حد يقدر يستخدمه مرة ثانية.